نشرة الليلة، المحكمة العسكرية تقاضي السلطة الرابعة وتحكم على زميل أدم شمس الدين بالسجن 3 أشهر. ليش المواطن مين ما كان يعني ممكن يطلع سجن بحقه سجن غياب 3 أشهر كرمال رأي؟ وزير الأعلام يبرر وضع الصحفيين في الغرف المغلقة ومحاكمتهم عسكريا. جنبلاط للجديد، إذا الغرب تركنا بيأكلونا غيرهم. طيب منيحة أنه في بعض في ناس بالغرب بتفكر لبنان منيحة. أنا مجلس الوزراء يعين مديرا عاما للأمن العام بالوكالة. الكلوروكس يسمم طلابا في بيت شامة. هذا عمل فردي طالب، يعني عمل ولادي بعتبره. محامو الجزائر ينضمون إلى الاحتجاجات الشعبية. وفي فن الخبر، 100 عام من العزلة إلى الشاشة الصغيرة. I'll tell you a story. Close your eyes. في ترندز ضد حكم العسكري. هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.